وسهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من لم الشمل، والبداية بالعناوين. قتل وتجنيد وانتهاك، الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها حول الإتجار بالبشر، سوريا بالمستويات الأخيرة، والنظام له حصة الأسد في تعرض السوريين لهذه الأخطار. عدوى الطوابير، أزمة خانقة على المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية، ساعات انتظار طويلة مقابل كميات قليلة أو الأسعار الباهظة في السوق السوداء. كانت هذه أبرز الملفات التي سنناقشها الليلة، لكن نبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية في نشرة أحوال. قتل الطفل السوري خالد حمود الصالح متأثرا بإصابته بعد تعرضه للضرب من قبل أربعة مواطنين لبنانيين بقضاء صيدا في محافظة الجنوب. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن المعتدين هم أب وثلاثة من أولاده تعرضوا للمغدور في محلة عين القنطرة السرفند الجنوبية دون توضيح دوافع الجريمة، لينقل بعدها الضحية إلى مستشفى الراعي ويتوفى هناك، في حين أضاف المصدر أن القوى الأمنية أوقفت المتورطين وما تزال التحقيقات جارية. يبدو أنها ليست المرة الأولى، وسوف نشهد في الأيام القادمة حوادث أكثر بحسب الكثير من المراقبين، يعني بعد التصريحات الأخيرة التي نسمعها من مسؤولين لبنانيين وكذلك الإعلاميين اليوم يدخلون على الخط ليكونوا ضمن موجة التحريض على اللاجئين السوريين. ننتقل إلى موضوعنا الآخر، وهو أيضا موضوع قتل. قتل سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 12 آخرون من جراء قصف الطائرات الروسية على قريتي جديدة والجنودية بريف جسر الشغور. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن هذه الحصيلة هي أولية، ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على استخراج من هم تحت الأنقاض وركام المنازل المدمرة بفعل القصف. هذا وأشارت فرق الدفاع المدني إلى أن القصف استهدف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجرون على أطراف قرية الجديدة ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجنودية. كما شاهدنا أيضا خرجت مظاهرات منددة لهذا القصف وهذه المجزرة كما سميت اليوم، يعني بعد كثير من الحديث عن يعني تهدئة في هذه المنطقة، وبعد القمة الثلاثية التي كانت من قبل الضامنين كان هناك مظاهرات إذن تطالب بوقف هذا القصف. إلى موضوعنا الآخر، أعلن مكتب المدعي العام في فرانكفورت بألمانيا أن مصرف دويتش بانك سيدفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة بشار الأسد. وبحسب بيان صادر عن الادعاء، فإن البنك متهم بأعمال الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 700 وحالة واحدة، وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعة الأسد وأفراد عائلته عبر مصرف جيسكي بنك في جبل طارق وشركات مختلفة بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. قتل اثنان وأصيب آخرون من مقاتلي ميليشيا حزب الله اللبناني من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم على الطريق الواصل ما بين مدينة القريتين وبلدة مهين بريف حمص الشرقي. وأفاد مراسل نداء بوست في حمص بتوجه سيارة إسعاف لموقع الاستهداف عملت على نقل المصابين والقتلى إلى مستشفى ميداني. هذا وتتجه أصابع الاتهام لمقاتلي تنظيم الدولة الذين كثفوا من عملياتهم العسكرية ضد الدوريات التابعة للميليشيات الإيرانية وعناصر حزب الله اللبناني الموجودين في المنطقة خلال الفترة الماضية.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 10 مدنيين بينهم طفل لدى مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة الرقة بهدف تجنيدهم قسريا. وأضافت الشبكة أن قسد لم تبلغ أحدا من ذويهم باعتقالهم، كما قامت بمصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم. هذا وأشار مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إلى أن قسد شنت حملة في ريف الرقة الشمالي بهدف سوق نحو 350 شابا ممن تسميهم متخلفين عن الواجب، وذلك نتيجة نقص العنصر البشري في صفوفها في ظل الأوضاع المتوترة عسكريا وفقا للمصدر. قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، قالت إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن حتى الآن من عقد الجولة 25 من المشاورات في دمشق بين السلطة الوطنية وفريق تقييم الإعلان بسبب رفض النظام إصدار تأشيرة دخول لكبير الخبراء الفنيين بالفريق. جاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال تقديمها لإحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن، حيث أكدت أن إعلان النظام حول برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وإهانة للإنسانية المشتركة. أطلق مغردون أتراك وسوريون حملة تضامن مع الفتى السوري أحمد كنجو الذي تعرض للعنصرية في حي إسكودار في مدينة إسطنبول، وانتشر وسم بامبير سورياليم أي أنا إنسان على تويتر إنسانم على تويتر، وعبروا من خلاله عن تضامنهم مع الشاب كنجو البالغ 17 عاماً والذي حاول جاهداً توضيح بعض المفاهيم الخاطئة عن اللاجئين السوريين في تركيا خلال استطلاع رأي أجرته إحدى القنوات التركية في منطقة إسكودار. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها بتقرير الخارجية الأمريكية حول ملفات انتهاك حقوق الإنسان والإتجار بالبشر ودور نظام الأسد في تعريض السوريين لهذه الأخطار.